المسؤولين اللي موجودين في النادي، مش واحد طلع يخرف او حد طلع يتكلم اي كلام. الكلام ده ما يصحش. بالمناسبه على احد الانديه الكبيره اللي موجوده في مصر هنا، يوم الاسبوع اللي فات في مباريات الاسبوع السابق بعت لي فلان اتخانق مع فلان وداخل غرف الملابس، وفلان تعامل مع فلان داخل غرف الملابس، والمدرب رافض او المدير الفني رافض حد يجيب له مدرب عام، والمدرب كذا وكذا وكذا. ما قلتش حاجه من الكلام ده خالص خالص. عارفين ليه؟ لان حاجه ما تخصنيش. ثقتي في فريق النادي الاهلي وثقتي في المسؤولين في النادي الاهلي وثقه الجمهور فيهم مخلياني ما... ايه اللي يخليني ابص لحد تاني؟ انا الاهلي، ايه اللي يخليني انا ابص لحد تاني؟ ايه اللي يخليني حتى لو انا مش متاكد من الموضوع 100%، ها؟ ومع ان انا كنت متاكد والمصادر دي وحصلت يعني بانت بعد كده على طول، والمصادر اللي قالت لي دي موجوده جوه الناس وعرفت كل حاجه، لكن في نفس الوقت ما مش يعني ايه اللي يخليني اتكلم في حاجه زي دي؟ ايه اللي يخليني اقول حاجه زي دي؟ هم حرين. خناقات، ضرب، شتي، اي حاجه، انا ماليش علاقه كنادي اهلي يعني. فاللي انا بقوله لحضراتكم، خدوا بالكم من الحرب دي. خدوا بالكم من الحرب دي، وخدوا بالكم من الاعلام المضاد للنادي الاهلي. طبعا في ناس بتحب النادي الاهلي، وفي اعلام النادي الاهلي هو الاساس في كل شيء، والاعلام المحترم هو اللي يديك المعلومه المحترمه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان لو في مشكله يقول ان في مشكله. ممكن انا كقناه اهلي مثلا ما اقولش ايه تفاصيل المشكله، لانها حاجه خاصه جدا بفريق الاول لفريق الكره في النادي الاهلي بالكابتن سيد عبد الحفيظ. ممكن اكون عارف الحل او عارف ايه اللي هيحصل، لكن ما ينفعش ان انا اطلع اتكلم فيه. لكن انا بقول دايما ان في، لو في مشكله بقول لكم ان في مشكله هنا، واللي قبلي كان بيعمل كده واللي بعدي هيجي يعمل كده، لان دي سياسه نادي وليست سياسه شخص ولا حاجه، دي سياسه نادي. فعشان كده انا دايما اقول لحضراتكم ايه، خدوا بالكم من الكلام اللي بيتعمل، وخدوا بالكم من الحروب اللي بتتعمل ضد النادي الاهلي. هي حروب من كل الاتجاهات، ولكن يظل دائما حامي حمى النادي الاهلي هو جمهوره. حضراتكم كجمهور يوم لما تتخلوا عن النادي الاهلي، وانا متاكد ان ده عمره ما هيحصل، هتبقى عندنا مشكله كبيره جدا. وانا عارف ان كل جمهور النادي الاهلي واقف ورا فريق الكوره ومجلس الاداره والجمعيه العموميه وكل الناس خلال هذه الفتره، لان دايما انا بقول الكلمه دي، الفتره دي لا تحتاج الا لتكاتف الجميع. لتكاتف الجميع عشان نقدر نوصل للقرارات او للامور اللي احنا عايزين نوصل لها داخل النادي الاهلي. فخدوا بالكم من الحرب دي. انا كان لازم اقول لكم على الموضوع ده، لانه الموضوع ده استفزني جدا من امبارح للنهارده. وزي ما قلت لكم، انا الكلام ده بيجي لي منه كتير قوي في نادي الفلاني ونادي العلاني في كل انديه الدوري. لكن انا يا جماعه قناه الاهلي، انا النادي الاهلي، اطلع اتكلم على غيري ليه؟ انا عايز فريقي يكسب بس، هو ده اللي انا عايزه. زي ما دايما بقول لكم، عفوا، مجلس الاداره ملوش علاقه بحد ولا بيعند مع حد ولا عايز حاجه من حد، هو بيحافظ على حقوق النادي الاهلي فقط من وجهه نظره طبعا كمجلس اداره. فدايما خدوا بالكم من الحاجات دي، لان الحاجات دي حاجات مهمه جدا جدا جدا، بتبقى حاجات بتودي الناس لطريق سلبي.